وللحديث عن تخادم الأحزاب وإفلات الجنات من العقاب في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث والسياسي الأستاذ نوري حمدان. حياكم الله أستاذ نوري. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا. أهلا بك أستاذ نوري. إحدى المحاكم في العراق قضت بإعدام ضابط الشرطة السابق أحمد الكناني كما تعلم، المتهم بقتل هشام الهاشمي. بداية، كيف تقيم جدية الحكومة في التعامل مع قضية الهاشمي، وهل تهدف فعلا إلى تنفيذ القصاص بالكنائي؟ نعم عفوا، شكرا جزيلا مرة أخرى لكم. الحقيقة لمعرفة ما جدية تنفيذ القصاص بقاتل الخبير الأمني هاشم الهاشمي من قبل الحكومة، هو يعني يفرض علينا أن نتوقف عند بعض الاستفسارات أو الاستفهامات والتي تشير حقيقة إلى أنه يعني إصدار الحكم الإعدام بعد تأجيل نحو 10 يعني مرات، 10 مواعيد، يعني وعد أو مواعيد أو مواعيد إصدار حكم يتم تأجيلها، وبعد هذا التأجيل يظهر الحديث على أنه المحكوم غير موجود، واليوم يصدر الحكم ولم نفهم أين كان المتهم ولماذا لم يحكم بالمواعيد السابقة، وأين كان عندما لم يتم العثور عليه في السجون. هذا حقيقة يثير استفهام ويثير يعني استغراب المتابعين حول قضية جدية أو عدم جدية. أما الثاني، الذين ارتكبوا جريمة قتل الخبير الأمني هاشم الهاشمي هو ليست أحمد الكناني فحسب، يعني لديه كانوا شركاء في هذه العملية، وأيضا لم يبين أو لم يتضح للرأي العام هؤلاء الشركاء أين، ولماذا لم يكشف عن أسمائهم، ولماذا لم يتم اعتقالهم ومحاكمتهم، ولماذا هل يعني المتهم المحكوم اليوم هو لم يعترف عليهم، إن كانوا هاربين على الأقل يفترض أن يتم محاكمتهم بشكل غيابيا، كون أنه إذا تم الاعتراف عليهم من قبل أحمد الكناني يعني المتهم والمحكوم الآن. هذا أيضا استفسار مهم واستفهام مهم، لماذا لم تتضح هذه، لم تكن واضحة هذه الرؤية للرأي العام في وخلال هذه المحاكمة وخلال مجرى القضية. لم يتضح أنه القضية هي شخصية ولا جريمة عشائرية ولا هي جريمة جنائية، بالتالي هي جريمة سياسية بامتياز، وعلى الحكومة والمحكمة أيضا تبين أسباب ودوافع هذه الجريمة. لم تتضح دوافع هذه الجريمة، لماذا ارتكب الجاني هذه الجريمة، هل هو يعني بدوافع من جهات معنية أم بدافع شخصي، سبب هذه الجريمة ارتكابها أيضا لم يكن واضحا. بالتالي في ظل هذه الضبابية وفي ظل إخفاء هذه المعلومات التي من حق الرأي العام أن يطلع عليها، كذلك من حق ذوي المجنى عليه معرفة هذه الاستفهامات أو الأجوبة لهذه الأسئلة، هذا كله لم يظهر. بالتالي الملف ما زال هو فيه كثير من الضبابية وعدم الوضوح ويعني والشك بعدم التنفيذ، بالرغم من أنه حقيقة إذا تسمع لي بالرغم من أنه هنالك أيضا خلاف الآن في تعجيل التنفيذ أم عدم تعجيل التنفيذ، لأن هنالك من يريد القصاص وهنالك من يقول في التنفيذ والقصاص هو طي ملف مهم سوف يغيب الحقيقة عن الرأي العام ويبعد مرتكبي هذه الجريمة عن المحكمة والقصاص العادل. في هذا السياق أستاذ نوري، إلى أي حد ترى أن الميليشيات وخاصة ميليشيا أصحاب الكهف التي تعهدت بالحيلولة دون إعدام الكناني ستمنع لربما المضي قدما بتنفيذ هذا الحكم؟
نعم، هو الحقيقة أنه كل الذين ساهموا في تأخير إصدار هذا الحكم هم لديهم القدرة في تهريب المتهم والمحكوم، ولكن هو بما أن هنالك خلاف بين النشطاء والمراقبين على تنفيذ وعدم التنفيذ، لأنه منهم من يقول في التعجيل على في التنفيذ بمعنى غلق لهذا الملف، وآخرين يريدون عدم التأجيل حتى يتم كشف مفاصل هذه الملف وتفاصيل هذه الملف. بالتالي هنالك أيضا خلاف يبدو، لأن يعكس هذا أيضا من يريد غلق الملف هم من النافذين، وكذلك من يريد تهريب أو عدم التنفيذ هو أيضا من النافذين. وهذه مشكلة حقيقة الأيام قد تكشف لنا حقيقة أنه إمكانية تنفيذ هذا الحكم أم تهريب أحمد الكناني أسوة بالذين سبقوا وهربوا من القصاص العادل في جرائم مختلفة ارتكبت بحق المدنيين وبحق النشطاء وبحق الذين يعني تحدثوا بالصوت وبرأي واضح عن رفض هذه العملية السياسية ورفض الدور الإيراني في العراق وكذلك الوجود الأمريكي. طيب، في ظل هذه الضبابية والغموض وغياب التفاصيل وملابسات حدوث هذه الجريمة، لمصلحة من يتم كل ذلك؟ لمصلحة من حتى تتم المماطلة وعدم الكشف عن لربما المشاركين الفعليين مع الكناني؟ هل هذا التكتم ينم لربما عن الجهة التي تقف يعني وراء تنفيذ هذه العملية؟ نعم، هو المستفيد الوحيد حقيقة الميليشيات من استمرار عدم تنفيذ القصاص العادل بحق أي مجرم يرتكب جريمة، بحق أي مدني عراقي، ناهيك عن يعني الأشخاص الذين هم يعدون من يعني طلاع المجتمع، إذا من ناحية يعني الأطباء والخبراء والشخصيات العامة. هذه حقيقة الفوضى المراد منها الاستمرار، أن تستمر عفوا، هي من مصلحة الميليشيات بشكل عام. وحقيقة أنه الذين دفعوا يعني المحكوم أو أحمد الكناني بهذه الجريمة هم بالتأكيد اليوم يبحثون عن غلق هذا الملف بالكامل، لأنه الآن يبدو أنه السيطرة والنفوذ أصبح أكثر من السابق في مفاصل الدولة وإدارة الحكومة، وبالذات إدارة الملفات الأمنية والمؤسسات الأمنية من قبل يعني أناس أو أشخاص هم تابعين لهذه الميليشيات. فبالتالي غلق هذا الملف هو أهم من حتى من حياة أحمد الكناني. فالقضية حقيقة يعني مثل ما قلت الأيام ستكشف الخلاف والصراع الذي ممكن أن ينتج ما بين الميليشيات أنفسهم حول هذا الموضوع. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان، شكرا جزيلا لك.